معنا واحد ضيف واللي حضر معنا بقوة. الله ضيف الإزالي أنا صراحة هو صاحبي وكنتلقى معه دائما غير في المناسبات فكيد هاك كيد هاك وكيوجد لي الابتسامة الكبيرة. الله بغيتكم كاملين وخا حنا كيد بنا ثلاثة كيني في بلاطة كيني ثلاثة كيني تشو واحد كين أنا والضيف اللي معايا وصاحب الضيف اللي معايا. أنا بغيتكم تصفقوا لي كاملين الضيف اللي حاضر معنا سليم كرافطة. واش بدلت يا خويا كرافطة؟ وي بيان سور حنا كنا جروب ودابا بقينا غير واحد. داكوغ دابا كنتو كديرو شحال هادي دوك لي فيرسيون ماروكان لا تبدلتي في الشكل في كلشي؟ بيان سور كنا كنديرو اغاني ابخي قلبناها فلوغات بقينا غير في انستغرام وسناب شات. داكوغ لا 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 عافاكم دابا كنا غير كنضحكو مي بغيتكم كاملين تصفقوا ليا على سليم حمومي. سلام الحمومي شكرا على الناس كيصفقوا دابا حنا جوج حنا جوج صافك ما كيصفقش ما عادش في يدو ما عادش في يدو وسليم سميتك سليم كله سليم جاوز سميتو سليم الله يخليكم ديما سالمين سليم مرحبا بك الله يحفظك الله يبارك صافي فريمون بليزير صافي بليزير توحشتك حتى انا اخر مره وقال درنا شي ايميسيون شي 3 سنين دابا تسنين بقى كنت كديرها في النبوري دابا جاب الله الحمد لله وليت كديرها في العشيه كنا كنديرها في الصباح وكنا قال دونك شحال هادي ما تلاقينا دونك دازو بزاف ديال الحوايج وتبارك الله كبرتي ودرتي عقلت درتي عقلك درت الكرش درتي الكرش وبزاف ديال الحوايج لانه تبدلوا حيت سليم باش نقول لك حاجه ما تبدلتش فيك اخويا هي الابتسامه ديالك اللي دائما يعني محافظ دائما حاضر شنو هو السر ديال الابتسامه ديالك؟ طلقها طلقها عايش الحياه كما بغيت عايش طلقها كيف ما زعما ما كنفكرش بزاف وجمي بخون با لا تيت اي حاجه كتجي خايبه ماشي مشكل اي حاجه كتجي زوينه مرحبا تيقوا بزاف ديال الحوايج اللي خايبين ولكن كتحاول انك انت تتفاداهم الصراحه ما كيوقعوش بزاف الحوايج الخايبين ولكن ماشي خايبين مي بون الحياه هذيك كتقول لك كتجيوك شي حاجه ما كنتش متوقعها كاع ولكن كتقول مرحبا مرحبا ولكن انت بالكاركتر ديالك تبارك الله يعني ما كتبينش ما كتقولش ما كتبينش كاع وهذا تقدر تكون يقدر يكون زعما اون كاليتي كيف ما يقدر يكون ان ديفو مثلا راك عارف الحياه الزوجيه وداكشي ديفو كيكون وقع مشاكل وداكشي وما كان زعما واخا كنكون معصب كنبقى كان بارد بحال شي حجره صخره ما كنتململش لدرجه ان لا بيرسون اللي قدامي تقدر تقول لي واش انت بسيكوبات واش انت حماق ولا مالك فهمتي راه باب جحيا ليك ومن جبتي راه باب فنقول لك هذيك هي مبروك عليك ما درتش الله يبارك فيك الله يجعلك كلشي مبارك ومسعود وان شاء الله بالوليدات ويكون عندنا شي سليم حتى هو صغيور ان شاء الله واش سليمات هي صغيوره ان شاء الله فهمتي واش كل عائله سوالم باش نكبروا عائله السوالم سوالم كاينه شي 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 واحد عنده شي شان سميتو السوالم ولا شي ما عرف لا كاينه وقيله فرقه ديال الكره سميتها السوالم كاين حتى حد السوالم بحال فرقه واعره وكاينه في حد السوالم كيصوروا لي الناس بزاف واحد المخبازه جايه سميتها السوالم ها اشهار شوفوا لا شكرا تصيفطوا لنا الشيك صيفطوا عندنا هاني راه ندوز عندنا بعدا باش نشوفوا حتى خويا نشوف هذاك الشيء ديال الايجارات مي كما تنقولوا الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود وبزاف ديال الناس حيت انا المهم جاي نخلي الموضوع ديال الزواج لانه بوحدو حيت هذاك موضوع شيق لانك غفلتي بزاف ديال سي فري غير في التليفون اللي كانوا عندك سي فري المدام كتسمع دابا تقدر تكون كتسمع تقدر تكون كتسمع سيغمو المهم صافي صافي راك تما راك عارف الوغ لا بنقول لك انه الزواج ديالك ونخلي هذا الموضوع غادي نتكلموا عليه غادي نتكلموا عليه من بعد مي قبل يعني نرحب بك ونقول لك فريمون صافي بليزير وتبارك الله عليك يعني كل مره واخا كتكبر تبارك الله في لاج ولكن كتزيد تعطينا كونتوني زوين باقي ديك الخفه ديال الدم ديالك شكرتك بزاف بيان سور صافي فهمتي راه دابا كنهضر عليك خصنا نديروا داك الشيء مي صافي فريمون بليزير لانه اليوم ما شاء الله غندوزو واحد الحلقه زوينه غادي نتكلموا بزاف ديال الحوايج سليم الحمومي يعني كنتي نقدر نقول واحد الانفلونسور اللي عادي اليوم كتعتبر بين اشهر لي زانفلونسور اللي كاينين في المغرب اكثر من 1 مليون دابوني سوغ انستغرام وتبارك الله حتى لاشين ديال اليوتيوب ديالك حتى هي غادا مزيان كدير بزاف ديال الاشهارات اللهم بارك الله خويا ما قوسنا عليك الله خويا ما قوسنا عليك الله يبارك اخويا الله يبارك ومازال معنا سليم الحمومي فسليم مرحبا بك وقلنا لك قبيله يعني الف مبروك ما درتي الله يبارك فيك فرحان 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 اخويا حيت معاك الله يبارك فيك الله 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 نفاقني هكا نضحك لا والله والله الا صافي بليزير والله الا كيما قلت لك شوف اخويا حتى حنا بغينا نباركوا لك ميرسي اوه
شوف تخيل راسك فوق العمريه او سليم ها هو انا لا يا لا لا يا لا لا وبارك ليا ازوج وليدي حي لو ما عليا اي ما فرحانين انك خرجت العرس درتي عرس ولا كانوا ديك الساعه سادين لا ما درتش العرس لا غير كان واحد الدرب صداق في غير لي زامي اللي قراب ليا بزاف لا فامي ها ما عيطيش ليا وا شوف دابا كنتي هنا لا كنت هنا انا اللي ما كنتش هنا انت ما كتعرضش عليا دابا دابا كاين واحد صحاب شوف شوف عائله المدام عطاوني طبله لا كان كذب لا دابا بعض المرات انا عارف انا دابا ما كاينش شارد على الناس كامله حيت شارد تعرض الناس كامله تعرض على مليون كامل اللي عندك في الانستغرام سي فغي سي فغي خصنا نديرو لك شي قارب وحده كدير فيها العرس في تيران ما يقدش تيران ما يقدش ما سي فغي يعني بعض المرات يعني واخا كاين بزاف ديال صحابك ولكن ما تقدرش انك تلاقى معاهم تجمع ولا تهضر معاهم سي فغي كاينين اللي كتلاقى معاهم في دي زوكازيون معينين ولا مربعين كاينين اللي كتلاقى معاهم زعما دائما بحال مثلا صاحبي اللي معايا دابا عندنا واحد لو ريتوال ديالنا كنتلاقاو بلوتو في الليل مور السبعة في واحد القهوة بالضبط كنمشيو لها دائما عندي صحابي اخرين حتى هما كنمشي معاهم لبلايص اخرين بزاف كاينين بزاف ديال سليم باغي ندير البوز بغيت ندير البوز باغي ندير البوز حتى انا هاد الايام ما بقيتش ندير البوز شوف شوف باغي ندير البوز ما كتقولش لك مرتك زعما انت كيفاش زعما كل نهار صاحبك 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 مع السبعة ديال العشية ما كاينش هادشي لا لا بالعكس بالعكس هي كتقول لي شكون اليوم ما خرجتيش واش تبقى جالس لي انا ولا هي كتجيب صاحباتها كيجيو عندها صاحباتها للدار انت كتبقى للدار هي انا عليك مي كيما تنقولوا يعني الزواج حاجه زويونه سي فغي اللي هرب الزواج هرب للطاعه لا 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 تي اختك انا حسب هذا البرنامج هذا غادي شويه وجه ما عرفتش مالو حاس بيه شويه غادي ماشي هو هذا لا ما صراحه يعني الزواج شي حاجه اللي زويونه ملي كتجو صغير يعني كما تقولوا كتعيش شي حوايج اللي كتقول انه يعني باقي الصحه باقي بيان سور سورتو انا زعما ما كنتش كاع معول راسي غنتزوج في الاج دو 27 عام دائما كنت كنقول حتى نوصل 30 حتى نحقق بزاف ديال الحوايج عاد غادي ندير مي ملي تلاقيت مع هاد لا بيرسون هادي اللي فهمت انني غادي هذاك الشيء كاع اللي باغي نديرو غادي نقدر نديرو معاها فهمتي ما غاديش تستوبيني في لا كارير ديالي ولا تستوبيني في كاع داك الشيء لي بوزيتيف اللي باغي ندير الوغ توكلت على الله سورتو يعني انت هي انفلونسوز وانت يعني بوزيتي داكوغ من الاول ما كانش هذاك المشكل هي حتى تزوجنا عاد ولات مي افون ما كانش فهمتي نقدر نقولوا يعني اترافير تو يعني تشهرات بزاف بيان سور ولكن انا كنت غير بحال تقول هذاك لو بوتي كود بوست ديال الاول ولكن دابا هي زعما انا جو رمارك كاع لي زافور اللي كدير وكاع الفيديوهات ولي بوبليكاسيون اللي كدير كل شيء خارج من تحت راسها هي وزعما مبدعه وكتعاوني كومبيوس حتى في الكونتوني ديالك لانه شنو با مال دو فيديو ديالكم نتوما بجوج بيان سور كتعاوني انا نقولك من ناحيه كتعاوني فاش كنعطيها مثلا شي فكره وما كتضحكش هي كنعرف بلي ديك الفكره غات صافا كيعطوني وملي كتضحك كنقول لا لا ما يمكنش كاين شي حاجه ماشي دابا كتبدل كيما تقول المستوى ديال الضحك عند كل واحد مي قلت لك ما قلت لك حاجه مزيانه انه يعني اليوم يعني كتخدموا اونصومبل وكتعيشوا اونصومبل وحاجه زوينه هذه وكتمنوا لك ان شاء الله الخير وكتمنوا انه يعني تكون كيما تقول مازال بزاف ديال الحوايج اللي ما ديروا باقي صغير انت سليم باقي صغير تخيل معايا والله ديجا باقي صغير فلاج عندي 27 عام ولكن في وجهي بحال تقول عندي 17 18 عام دونك دي فوا لا لا سليم لا والله الا بصح كنبان غير حيت دابا لابس قميجه داك علاش كتقول هكا ولكن بزاف البلايص لا كتبان صغير وين كتبان عندك داك نقدر نقول لك داك 20 عام 21 عام ها دي فوا كنبغي نمشي مثلا ندخل شي ريستورون في ليل ولا شي حاجه الا ما كنتش اكومباني ولا هذيك لا بيرسون قدامي ما كتعرفنيش راه يقدر يقول لي شنو اللي درنا ما عندناش دراري صغار اخويا عندك باس باس ما عندكش باس اخويا عندك باس درجه ليه مي غادي دابا غادي نتكلم معاك على نتكلم معاك يعني سي فغي انت دوزتي بزاف ديال الحوايج يعني قبل ما يعرفوك بزاف ديال الناس يعني كنتي بشي قريتي على برا ونقدروا نقولوا انه تشرتي برا في فرنسا اكثر ما هذا باش ابخي دخلتي المغرب دابا كتجيك هذيك لا ديسيزيون مره انك دخلتي دابا ديفينيتيفمون المغرب ديفينيتيفمون ما كتفكرش انك تعاود ترجع واخا واحد لقيتها يعني كنتي كت يعني كنتي كتفكر وكنتي باغي ترجع سورتو في كل بوك كنتي مع حماده شروقات وداك الوقيته اللي كانوا عارفين بزاف ديال الدراري سي فغي مره كتجيني ديك لونفي انني نرجع نعيش تما علاش
كنكون يلاه عشت سيتوياسيون ستريسونت فداك النهار وزعما سمحوا لي نقولها ما غاديش نعمم ولكن دافو كنت مثلا شي اداره ولا شنو وكتقارن مع شنو كنتي كتعيش برا دونك كتلاقى مع اون بيرسون اللي كتحقدك ياك كتقول لا صافي غادي نمشي في حالاتي غير باسكو ديك الوقيته كتنسى كاع الزوين اللي كتعيش هنايا وكتبقى تفكر غير داكشي اللي زوين اللي عشتي ليه اي بورتون نقدر نقولوا انا ولا كان شخص واحد راه ما خصوش يعطيك هذيك ليدي جينيرال على شنو كيف بيان سور بيان سور غير هذيك الفكره اللي كتخرج منها من ديك الاداره كتقولك ولكن زعما كيفاش كتبدل ساعه اخرى كنقول امبوسيبل انني غادي نعيش في شي بلاد اخرى من غير المغرب حيت المغرب فيه الصحاب فيه لا فامي فيه الجو زوين فيه كل شيء رخيص فيه الخدمه فيه الخدمه بيان سور انا علاش دخلت المغرب باسكو كاع الناس كاع الاودينس اللي عندي مغربيه وكل شيء كيتفرج فيا من المغرب دونك خصني نكون قريب لهاد الناس باش نتلاقى بهم نحس بلامور ديالهم نحس باسكو هما بحال تقول هما لو شاربون ديال داكشي اللي كندير انا الا ما كنتش كنحس بواحد لو غوتور راه واحد الوقيته غنحبس غنقول بلا لمن كندير هادشي فهمتي ميم اللي كنخرج كيسلم عليا شي واحد كيقول لي برافو داكشي اللي كدير كما كضحكتيني ولا مثلا جو مي سونتي با بيان ولا كنبريباري وخصني فهاديك الوقيته اللي كنحبس ندير بوز شي حاجه تبدل ليا المورال ولا داكشي هنايا كان زعما كنفرح بزاف نقدر ديك الساعه نوض نصور شي فيديو نشعل الكاميرا واخا باقا ما كاينش فكره سي فري نقدروا نقولوا انه اليوم يعني انت فاش كنتي في فرنسا يعني حتى الباركور اكاديميك ديالك فتبارك الله كنتي غادي مزيان واليوم بغينا نعرف يعني حتى الناس بغاو يعرفوا كاملين انه يعني ابا انستغرام وابا غاتش ديال لي كولابوراسيون اللي كتخدم فيه والخدمه ديالك اون جينيرال اللي كاينه في لي ريزو سوسيو فواش كدير شي حاجه ابا ولا مكمل في القرايه ديالك ولا واش باغي القرايه حبست في ماستر خديت الماستر ديالي في جيني سيفيل فوالا واش باغي تدخل بروفيسيونيل لا لا دابا شحال دابا شحال باش دخلت المغرب في 2018 دونك راه لاين 4 سنين باش دخلت وما بقيتش كاع مارست كاع داكشي ولا نسيت كلشي دابا راه ندخل نبني شي حاجه غتريب ما يمكنش ولكن ما كتقولش انه ديك القرايه كامل اللي قريتها يعني غتمشي هكاك يعني لا لا صراحه صراحه ما كنقولهاش باسكو سي با ترو طار انك تقدر تخدم اون ميم طون بيان سور متفق معاك انا اصلا زعما تعرفت وعرفوني الناس اترافير لي فيديو وانا باقي كنكمل قرايتي ياك كنت ديك الساعه باقي لي عامين باش نسالي وقررت انني غادي نكمل ديك العامين حيت مشيت لفرنسا باش نقرا ضروري ما خصني ندخل بان ديبلوم في جيبي سينو الدار كان وايك عاو عليا بيان سور بيان سور ولكن لا فاش دخلت فاش فهمت باللي ان راك عارف شحال ديال الانفلونس داكشي راه ما كانش خدمه بحال دابا مي فاش اكتشفت ان بيتاتخ من هنا قدام غادي تولي خدمه بيتاتك نقدر نعيش بها نعيش بداكشي اللي كيعجبني ندير فيديوهات لا كرياسيون انني فهمتي نكون لو باترون ديال راسي هنا قررت انني زعما ما غاديش نقدر نكمل في لو جيني سيفيل ولكن تو بوز با لا كيسيون يعني جوسكا كون يعني تقدر تبقى ان تبقى انفلونسور وتقدر تبقى فحال هكا انا لودونس سي بيان داكشي يقدر يكون فيديو دابا يعني ان جور بيان سور انا كنامن بواحد الحاجه هو كل واحد فينا اللي كيدخل لي ريزو سوسيو هو عباره عن موجه فهمتي والموجه راه عندها بدايه وعندها نهايه ضروري من واحد الوقيته غادي تسالي مي داكشي علاش كنتقاتلوا كل نهار باش ان الموجه تبقى دائما زعما او موان تزيد بك واحد شويه لقدام مي بيان سور كو الواحد ما خصوش يعول غير على هادشي داكشي علاش انا حليت اون اجونس ديجيتال ديالي بور لانستون ما عنديش بزاف الكليون عندي كليان واحد اللي خدام معاه سين مارك شينواز واللي زعما انا ساتيسفي بالخدمه معاها وتا هي ساتيسفي بالخدمه معايا و اون ميم طون كنقلب على مره كندير شويه ديال الايكوميرس كنبيع شي لعيبات فهمتي وميم طون ماشي بالضروري انا كنفهم في داكشي مزيان ولكن كنديرو باش كنتعلم حوايج اخرين يعني كتحاول انك دير كما تقول دي زالتيرناتيف اللي تخليوك انه حيت ميمكنش انه انستغرام اليوم تعول عليه 100% صعيب غادي واحد شويه لا ما يمكنش مازال بحال كما ترا ديغنييغمون كان فيسبوك انستغرام وداكشي كلشي حبس وبنادم داك يدور عينو اربع سوايع اللي حبسوا جو بونس هذيك خمسه سوايع شكون كدير فيها انت ما كنتناعس واقيلا ما رديتش البال صراحه ولكن زعما حطيت راسي في بلاصه بزاف ديال الناس حيت انا منهم طاح لك الاسهم بزاف البورصه داكشي كدير تفاين كتولي تقول شنو ندير دابا وول ستريت شنو شي طاح لك ملايير الدولارات انا جو كومبرون با انا بلان في ديك الوقيته يعني ستريسا وكلشي ناري ممكن حيت نقول لك لان لا من غير تا اكرو لان بزاف الناس زعما بانيين حياتهم على هذا الشيء انا زعما من هنا الغدا ولا من هنا السيمانه الجايه يسالي هذا الشيء بقرايتي راه نقدر نرجع نخدم داكشي فهمتي غادي نعاود نقرا شويه وغادي نفكر بلي راه عندي ان ديبلوم وغادي نمشي نخدم في داكشي اولا الا كاع ما عجبنيش كاع داك لو دومين غنقدر انفيستي في شي حاجه اخرى مي كاينين بزاف الناس اللي خافوا اللي
زعما اللي بانيكاو لانه بانين حياتهم على هادشي وراه ما يمكنش فهمتي. صافي صافي كون داكشي اللي كتاخذو كتخسرو في الشهر ما يمكنش و جو بونس انه اليوم يعني حنا كنا الدبلوم اللي عندك الماستر اللي عندك يعني استنى افونتاج انك تكون انفلونسور تاع الشركه جو يكونوا كيعرفوك يقول لك مرحبا زيد تفضل انت غدنا لا بروموسيون ديال انت غدنا لا بروموسيون ديال الاشهار طاقينا في ستوريات تكون انفلونسور الشركه في الخدمه ديالك. دابا نشرح لك انا من مورا ما خديت لو ديبلوم ديالي ما خدمت حتى شي خدمه عند حتى شي واحد من غير داك لو ستاج دو فان ديتود اللي كنت درت والمحال واش دوزتي مزيان الصراحه كان داز ترونكيل كان شوي ديال العصاب ولكن كيف ما اي ستاج ضروري ديك التوتور ديالك وداك الشيء المدير ديالك غادي يبغي يخرج منك لو ميور دو توا دونك ما عمرني ما عرفتش كومون سا سباس ان اونتروتيان في المغرب كيفاش ما عمرني وبغيت نجرب الصراحه دابا شويه ندير لك اونتروتيان صافي يلاه زيد راه صيفطني واحد السيد من طرف سي بناني انت بناني داكور ما كناني يلاه يا سليم مرحبا بك الله يبارك فيك ارتحيتي شويه بيان سيغ واش كيسمعونا بدا الناس في الطوموبيلات دابا وداك الشيء ياك بيان سيغ شنو كيسمعونا كراكسوني ما عرفكم زعما سمع كراكسوني فوالا المهم طاكسيت سي فغي كنوجهو التحيه اللي كيسمعونا بزاف شنو اخر مره ركبتي فيها في طاكسي؟ من نهار ديال الطوموبيل شي عام ونص دابا ها شي عام ونص تقريبا ولا عامين 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 يا ربي يا رب المهم الو تحيه كبيره للقمرين طاكسيات اللي كيسمعونا دابا الناس كاملين شادين الطريق الناس كاين في طوموبيلاتهم الناس كيسمعوا حتى من الديور ديالهم كيسمعوك دابا سليم شنو تبغي تقول كاع الناس اللي كيسمعوك في اللحظه المغرب كامل كيسمع باش عرف المغرب كامل الو المغرب كامل انا نحل الانستغرام ديالي دابا تابوناو باش واحد يتزادني لا بغيت نقول لكم جيسبر كو فو باسي ان تري بون ديمونش الجو زوين خرجوا بروفيتيو ونتو خليونا كتسمعونا خليكم معنا في هذه الميسيون هذه باش نهضروا على بزاف ديال الحوايج و فوالا جيسبر كو داكشي اللي كندير يكون كيعجبكم الناس اللي كيعرفوني والناس اللي ما كيعرفونيش يولي كيعجبهم داكشي بيان سور تبارك الله عليك سليم وتصلح انك تكون يعني مقدم وتصلح انك تكون يعني كنقدم لكم ناني وي شكرا ميرسي بوكو ميرسي بوكو سليم غادي نرجع معك واليوم كنتكلموا على الكونت ديالك انستغرام تبارك الله اللي غادي مزيان ونقدر نقول انه كتخدم فيه يعني اكثر ما كتخدم يعني مثلا سوغ يوتيوب ولا سوغ ريزو سوسيو الاخرين فاليوم كنعرفوا البوان فور ديال انستغرام وفاش يكون عندك 1 مليون ديال اكثر من 1 مليون ديال لي زابوني يعني كما تنقولوا كتماركا اوتوماتيكمون ملي تيكون الكونت ديالك فيريفي كتكون عاوتاني حاجه اخرى وكتعتبر انك انفلونسور ديالك والناس تيبداو بعض المرات انهم تيخافوا يقدروا يتواصلوا معك يقولوا هذا يطلب لنا شي ثمن كبير ولا شي حاجه لا لا واش هادشي اشاعه ولا لا لا ما كنطلب لا ثمن كبير كنت عندنا مليون مليون قلنا مليون قلنا مليون ولا شي حاجه لا لا ممكن ولكن دابا باش نشرح لك الطريقه كيفاش كنخدم انا كنحاول نختار لي كولابوراسيون اللي كندير كنحاول زعما نختارهم بعنايه سيتاجير كو ما غاديش نخدم مع جبتني بعنايه والله الا بعنايه كنحاول ما نخدمش مع مع شي حاجه اللي مشبوهه ولا شي حاجه اللي ما كيعرفوهاش الناس فهمتي بوغ الا دخلت دابا البروفيل ديالي غيبان لك زعما راه كاينين لي بوست ديال كاع لي ماك اللي تنخدم معاهم كاملين معروفين كلشي معروف ولكن ملي كتكون هاد القضيه انك انت مثلا يعني كيختاروك مثلا اون ماك وانا نتكلموا على زانفلونسور ولا لافلونسور في حد ذاته دونك انت كتاثر في الناس تقدر بارفوا انه ديك لا مارك نتايا تكون عمرك ما درتيها ولا تكون انت مقتنعش بها تقدر ديرها لا خصك تكون مقتنع بها اولا الا كانت شي برودوي اللي جديد اللي يلاه جا وانت كتعرفوا لانه مثلا كان على برا ويلا دخل داك الشيء عندك الحق انك تقول بغيت هذاك لو برودوي نستعملو ونشوف بعدا واش مناسبني دونك واش غيناسب الناس او لا لا كاينين بزاف ديال الناس اللي تيقولوا انه اليوم ولات واحد الخدمه سهله انك تولي انفلونسور وغير تجمع شويه ديال لي زابوني وتقدر ديك الساعه يعني دير اللي بغيتي انا كنشكرك بعدا على هاد على هاد اللعيبه اللي قلتي دابا لان من دائما كنبغي نهضر فيها راه كاين وكاين كاين بحال كيما غادي نقولوا كاين ان كونطابل كاين ان اكسبير كونطابل كاين اللي كيقدم برنامج وكاين اللي كيقدم برنامج فهمتي كاين انفلونسور وكاين انفلونسور كاين انفلونسور اللي ما كيدير والو وكاين ان انفلونسور اللي كيبذل المجهود وكيدير لا كرياسيون دو كونتوني وعندو ان ميساج اللي كيدوزو للناس دونك راه ما يمكنش نديرو كلشي في نفس القفه فهمتي كاين اللي كيبذل المجهود في لو مونتاج كيدوز ساعات كاين اللي كيحط فيديو
ما مقطعاش كاع كتسمع قطع قطع هنا صافي بديتي نقول فهمتي شنو بغيت نقول دونك ما خصش الناس يديروا كاع لي زانفلونسور في زعما في كفه قفه وحده في كفه وحده راه الناس زعما خصهم يلاحظوا فين تبدل المجهود وفين ما تبدلش ولكن دابا الناس انهم بافا قدروا يمشوا انه غير مع قدروا نقولوا النومبر ديال لي زابوني اللي كاينين يقدروا انهم يمشوا مثلا واحد معروف يقدر يقول ما يكونش عنده حتى واحد الباجاج وهذا هو اللي كنتكلم عليه حتى داك النيفو كولتوريال ما كاينش انك اليوم انت اللي كانوا تبينك 1,300,000 فراه راك انت بدون فاسون او دون اوتر راك انفلونسي بزاف ديال الناس كتاثر فيهم بغيتي ولا كرهتي واخا كاين بزاف الناس كيقولوا انا ماشي مؤثر لانه كيبغيو يبقاو في هذيك لاكاز ديال انا جو سوي ان كرياتور دو كونتوني بيان سور حيت هذيك ليتيكيت ديال انفلونسور شويه صعيبه لانك تتاثر في الناس دي فوا تقدر مثلا انت تقول شي حاجه ما رديتيش ليها البال ولكن راه شحال من واحد تاثر بها سي فري بحال مثلا نهضروا على ليكا ديالك انت انت اليوم راك تي انفلونسور ولكن او ميم طون انت راك كوميديا دونك كدير فيديوهات ديال الضحك وكدير يعني كاين واحد ليفور اللي كدير ولكن شنو كنلاحظ ديغنيامون انه مع هاد الموجه اللي ولات ومع كيما تقولوا هاد الشونجمون ديال وهاد انستغرام كيفاش بدل العالم بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف انه اليوم كتلقى دي زادوليسون اللي عندهم 16 مثلا 17 عام كلشي عنده الهدف ديالو انه باغي يولي انفلونسور علاش حيت شاف فلان يعني كيمشي لهاد البلاصه وكيمشي لهاد البلاصه وكيدوز البلاصه وعند راسو راه عايش اللايف ستايل وعايش داكشي كلشي بخير وكلشي كيجي ساهل هنا كندهرلو على انه كاينه واحد شويه ديال التفاهه اللي كتبوستا واللي كتخلي انه داك الشباب يعيشوا في واحد الوهم اللي ما كاينش دابا غادي نديرو غادي ندير انا وياك لا ديفيرونس ما بين التفاهه عاد درنا بحال برنامج هذا التعليمي زيد كاين غادي نديرو انا وياك الفرق ما بين التفاهه ولو ديفيرتيسمون كاين لو ديفيرتيسمون اللي الواحد كيبغي مثلا يشوف شي حاجه ما غاديش نقول ايلوجيك ولكن شي حاجه اللي ما كدارش مثلا تراكس فهاديك اللعيبه ديالو طالع فوقها وواحد صايق به وداك الشيء فهمتي سيدي ديال تراكس انت مشيت لا ماشي هذاك راه نوع من ديفيرتيسمون ديفيرتيسمون واش من ديفيرتيسمون وكاين عاوتاني ديك التفاهه ديال انا مضارب مع هذا انا نتجاوب مع هذا انا نسب هذا دونك كاين واحد الفرق بزاف ديال الناس باغيين يوليو دي انفلونسور باسكو هو لو غادي نقولها زعما غير 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 ضبط الامور ضبط الامور هو لو زعما لو ميتي اللي كلشي باغي يدير دابا هو يكون انفلونسور علاش حيت كيسحب لهم راه ريبوستي وغيتزاد دوك لي زابوني وراه ساهله راه كو لا فيون روز الوغ كو لا راه كاين الناس اللي كيوصلوا سيغت كاينين شي وحدين اللي كيوصلوا غير بالتصاور ما كاين لا كونتوني لا والو علاش حيت زوينين ولا حيت عندهم دي فورم ولا حيت عندهم قبول ما يمكنش تحكم فهمتي ولا حيت عندهم شي حاجه اخرى كمل انا ما قلتهاش ما لا لا حنا عندهم شي حاجه سبيسيال فيهم زعما شي حاجه كيتميزوا بها الناس اخرين وكاين اللي كيوصل حيت كيدير مجهود وفهمتي بزاف كاين اللي انا زعما كاينين دي زيكزامبل كنعرفهم ونقدر نسيتيهم دابا اللي كانوا كيديروا فيديوهات قبل ما ندير انا وما تعطاتهمش الفرصه فهمتي كيديروا بزاف متابعين وما تعطاش الفرصه حتى الكونفينمون ولا حتى المور الكونفينمون عاد بانوا فهمتي واش اكزومبل مثلا ديال شي واحد صاحبي مثلا واحد الدري سميتو فخر الدين دابا كيطلع ليا في انترنت جو سي فخر الدين اللي كيدير القصص كيدير لي زيستوار فخر الدين هذا استا نقدروا نقولوا انه كيدير كونتوني زوين وتوبين في كيخدم كاينين بزاف ديال كاينين بزاف ديال لي زيكزومبل عاد كاين لي زيكزومبل ديال اللي زعما كيفاش غادي نقولوا كيوصلوا بان كونتوني اللي ما صعيبش فهمتي ان كونتوني ساهل ولكن عندهم واحد القبول الحمد لله سعداتهم عندهم قبول الحمد لله الحمد لله اليوم كنشوف حتى كاين واحد القضيه اخرى يعني ملي كاين ديك القضيه انه بزاف ديال الانفلونسور فهما كيتحدوا مع بعضياتهم نقدر نقول انه دابا كاينين كليكات ديال لي انفلونسور دونك كل واحد وكليكه ديالو بحال دابا مثلا نقدر نعطيك الكليكه ديالك نتايا كاين سليم حمومي كاين جو بونس ربيع سقلي كاين طه اسو عمر المكاوي احلام الزعيمي هادو ماشي في الكليكه ديالي صراحه ولكن ماشي في ممكن تعرفوا كاين فيهم اللي تلاقيتو كاين اللي ما عمرني تلاقيتهم زعما تلاقينا شكون اللي قريب لك نتايا شنو هما لي زانفلونسور اللي قريب لك بزاف كاين دابا زعما اللي كنشوف بزاف دابا يعني كتبدلوا دونك كيمشي لا حيت كاين عاوتاني اللي كيمشي يسكن في بلاصه اخرى بحال مثلا حماده مشى دابا ساكن في الاسبان اللي كنشوف بزاف دابا هو سيمو
سيمو سدراتي. سيمو سدراتي. سيمو لايف. ما عرفنا سيمو ما حددتيش. ما حددتيش. مي جو بونس انه مزيان لانه يعني تبارك الله كاين اليوم بزاف ديال الانفلونسور بزاف الدراري اللي كيديروا واحد المجهود فوالا كيديروا واحد الكونتوني زوين كيحاولوا انهم يعني يضحكوا الناس ويحاولوا انهم يعني يعطيوا واحد الحاجه اللي زوينه. اليوم كتعرض بارفوا لي كريتيك كتعرض شويه لي كومونتير كديرونجيك واحد شويه. لا ما كيديرونجيونيش بتاتا. لانه في هاد ليطاب انت وقال هي راه يمكن دافوا تقرا شي كومونتير هو يضرك هذيك الساعه ولكن حيت كنبقاو انسان فهمتي عاد كتفكر باللي اون فات كتحاول تفهم كيفاش هو شاف ديك الحاجه دونك تقدر تقول سي نورمال يقدر يكون زعما غير بغى غير بروفوكيك باش تجاوبو كيف ما يقدر يكون حسد هو هذاك هي لو تريت كاركتير ديالو كاين 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 بزاف ديال العيبات انا واش كيضروني لي كومونتير صراحه ما كيضرونيش ما الا شفت بزاف ديال الكومونتير نيجاتيف على شي حاجه كنفهم بلي خاصني مازال نزيد نطور من راسي لانني بيسكو مازال بزاف الناس ما فهموش الفكره ولا مشاو غالطين كونتر داك الشيء اللي قلت انا صافي خصني نزيد نديفلوب من راسي لان كاينين بزاف الناس اللي كيعرفوا لي فالور ديالي ولي برينسيپ ديالي مي كاينين اللي ما كيعرفوش دونك خصهم فاش توصل ليهم توصل ليهم بشي وجه زوين طبيعة الحال دونك تبارك الله عليك بعض المرات انت راه خطيره انت راه فريت بعض المرات كدي بعقلك وبغيتي تصفقها دار بغيتي تصفطها بغيتي تطلقها راه كتطلقها